نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور أيمن سمير المتخصص في العلاقات الدولية. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير عليك وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. بداية كده حضرتك شفت المناظرة كما كنت تتوقعها؟ بالتأكيد أنا توقعت أن تكون يعني أكثر موضوعية وليس أكثر شخصنة. الطابع اللي غلب على هذه المناظرة طابع الشخصنة وطابع الحديث عن الماضي وليس الحديث عن المستقبل. أنا كنت أنتظر أن كل من يعني المرشحين يقدمان برامج وأفكار ورؤى للمستقبل. ما شفناهاش دي في المناظرة دي خالص. لم تكن موجودة. هو تحدثوا بشكل شخصي. هيلاري كلينتون بدأت الهجوم الشخصي على دونالد ترامب بأنه تاريخه لم يدفع الضرائب الاتحادية، بأنه أيد الحرب على العراق، بأنه عنصري، وأن كل ما كان أشغله خلال السنوات الماضية هو البحث في شهادة ميلاد الرئيس باراك أوباما، هل ولد في الولايات المتحدة الأمريكية أم ولد في كينيا. أيضا انشغل ترامب بالحديث عن ماضي هيلاري كلينتون بأنها يعني كانت نعم لديها خبرة لكنها خبرة سلبية وخبرة فاشلة، وأن حزبها هو اللي أدخل داعش الى العالم، وان حزبها ارتكب الكثير من الاخطاء، وان الولايات المتحده الامريكيه يعني الان هي في صوره ازمه. لان التكنيك او الخطه التي اعتمد عليها دونالد ترامب هي فكره تصوير الولايات المتحده الامريكيه في ازمه، وتعزيز هذه الصوره للمشاهد سواء في الولايات المتحده الامريكيه او في الخارج. ازمه في الاقتصاد، ازمه في الامن في الداخل، ازمه في العلاقات مع العالم. صور الولايات المتحده الامريكيه بانها الدوله يعني المديونه باكثر من 20 تريليون. ده هو كمان قال ان الولايات المتحده الامريكيه تحولت لدوله من دول العالم الثالث. صحيح. وهو وبالمناسبه ما قاله ترامب يعكس يعني شيء موجود بالفعل على الارض. استطلاع النهارده اجري في الولايات المتحده الامريكيه، لوحظ ان 86% من الامريكيين محبطين. سالوهم سؤال ستيريوتايب او الصوره الذهنيه عن امريكا في ذهن الامريكيين، الجميع قالوا انهم محبطون وغاضبون ورافضون للواقع الحالي. في اعتقادي ترامب فشل في استثمار يعني هذا الزخم من الاحباط ومن رفض الواقع وتحويله كمرشح للتغيير. هو انشغل بالرد على هو يعني اظهر المشكلات فقط، ده اللي شفناه في المناظر. بالتأكيد، لكن هو كان أمامه فرصة تاريخية في اعتقادي تقدم نفسه مرشح للتغيير. يقول نعم أمريكا مأزومة الآن، هو صور ذلك في بداية النصف ساعة الأولى عندما تحدث عن ولايات حزام الصدى أو ولايات الصناعات العظمى والثقيلة بأنها الآن تكاد تكون هذه المصانع مفلسة، أن أكثر من 1400 شركة من هذه الشركات العظمى خرجت إلى المكسيك وخرجت إلى الصين. هو استطاع أن يصور الولايات المتحدة الأمريكية بشكل جيد أنها في أزمة، لكنه لم يتحول من الجانب السلبي إلى الجانب الإيجابي واستثمار ذلك في طرح رؤية للمستقبل. بعد النصف الساعة الأولى استدرجته هيلاري كلينتون الحديث الشخصي، وأعتقد نجحت بنسبة كبيرة في ذلك، لكنها على الأقل لم تنجح في استفزازه إلى الدرجة التي يرتكب فيها هفوات أو يرتكب أو يقول فيها كلمات غير مقبولة دبلوماسيا أو على التلفزيون. على ذكر الدبلوماسية يا دكتور أيمن، يعني لفت انتباهي ويمكن ده كان في أول 10 دقائق مثلا من المناظرة، إن هيلاري كلينتون وهي بترد على كلام ترامب بتقول له ان هو بيقول كلام مجنون، ان ده يعني غريب شويه ان ده يتقال في اطار الدبلوماسيه. هو طبعا غريب، لكن هو ده يعني خطه الحمله الانتخابيه الخاصه بهيلاري كلينتون كانت بتعتمد اعتماد كبير جدا على استفزاز ترامب لاقصى درجه، حتى يخرج عن شعوره، حتى يتلفظ بألفاظ غير مقبولة، يرتكب بعض الهفوات يمكن البناء عليها في الثمانية أسابيع القادمة. أنا في اعتقادي هو تجنب ذلك ونجح في ذلك بشكل كبير جدا، لكن على الأقل نجحت هيلاري كلينتون في وضعه في وضع المدافع وليس الذي يقدم رؤية للمستقبل أو الذي يقود أمريكا. لأن أغلب حديثها كان تعليقا على كلامه، يعني أغلب ما نطقت به كلينتون هو كان تعليقا على ما يقوله ترامب. بالتأكيد، يعني حتى نقطة حتى إعداد السؤال الذي طرح بشأن شهادة ميلاد أوباما في اعتقادي لم يكن موفقا من الذي أدار الحوار، لأن هذا حديث الماضي. أوباما تبقى له شهرين في البيت الأبيض أو ثلاثة ويخرج. كان يجب أن يعني هذا الوقت الذي اتخذ أكثر من حوالي يعني 25 دقيقة كان يمكن استثماره في أسئلة أعدت بالفعل. وقال يعني هولت في النهاية أن هناك أسئلة ومحاور
كثيرة لم يكفي الوقت للاستفادة منها. لأن الموضوع ما كانش منظم بالشكل اللي احنا كنا متوقعينه أصلا يعني. بالتأكيد، لكن لأن واضح أن برضو من كلام هيلاري كلينتون أنها اعتمدت على خطة التخويف من ترامب، يعني كل كلامها من البداية حتى النهاية لأنه شخص خطر. طيب في حاجة تانية بقى يا دكتور، يعني ده بالنسبة لتعليق سريع على المناظرة بشكل عام، لكن خلينا ندخل في حاجة تانية بقى. ترامب مثلا قال أن ما ينفعش أن حماية الدول الحليفة يبقى ببلاش، أن هم لازم يدفعوا لنا مليارات الدولارات. سيبنا من موضوع حماية، لأن الولايات المتحدة عمرها ما بتعمل حاجة ببلاش على ما أعتقد يعني. إلا أن هل من الممكن أن يكون ده حديث ومؤشر على أن هم يعني يخرجوا إلى حد ما من التدخل في الدول العربية ويبقوا في شأنهم؟ اولا يعني ما قاله ترامب ربما يكون يعني جديدا لمن يستمعونه من العامة، لكن من يتابع السياسة الأمريكية عن قرب يعرف أن هذه الأفكار طرحت من قبل وطرحها دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق في عهد جورج بوش الابن. ووقتها لأن الولايات المتحدة الأمريكية أنفقت تقريبا حوالي 75 مليار في عام واحد في العراق وأفغانستان، وبالتالي خرجت الأصوات لماذا ندفع كل هذه الأموال في بلاد بعيدة في حين أن البعض يبحث عن وظائف أو يبحث عن شقة في الولايات المتحدة الأمريكية ولا يجدها. وبالتالي بدأ الحديث عن أن الشركاء أو الحلفاء لابد أن يكونوا مساهمين في تكلفة الحماية، خصوصا إذا كان هؤلاء الشركاء شركاء أغنياء مثل دول الخليج، مثل كوريا الجنوبية، مثل اليابان، وكل دول حلف الناتو، كلها دول غنية ودول تستطيع أن تدفع. الذي زاد الأمر يعني ربما يعني ضغطا في هذا الاتجاه أن الرئيس أوباما نفسه الرئيس الديمقراطي أعلن في يونيو 2012 عن خطة تسمى الاستدارة شرقا، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحلل من مسؤولياتها والتزاماتها تجاه دول الشرق الأوسط وتتجه نحو الصين وجنوب شرق آسيا، طبعا لمحاصرة الصين من ناحية والاستفادة من حوالي 800 مليون مستهلك من الطبقة الوسطى ظهروا في آسيا خلال 15 عاما الأخيرة. وبالتالي هو لا يحتاج إلى الشرق الأوسط كثيرا، لا يحتاج إلى البترول بعد أن ظهر البترول الصخري والبترول الجليدي ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. أمن إسرائيل الآن في أفضل صوره، دول الشرق الأوسط تتمزق والحرب بين يعني السنة والشيعة في العراق وغيرها على أوجه، وبالتالي هو لا يحتاج إلى الشرق الأوسط. وبالتالي عندما يطلب تكلفة لوجود حوالي 28500 جندي أمريكي في الخليج، أنا أعتقد سوف يجد أذرانا صاغية موجودة في الخليج، وأعتقد أن الدول الخليجية لن تمانع في ذلك. نفس الأمر ينطبق بصورة أو بأخرى على كوريا الجنوبية وعلى اليابان. معروف أن كوريا الجنوبية الآن هي وصفها ترامب بأنها يعني ماكينة لعد النقد وعد الفلوس، وبالتالي لا يمكن تكون دولة بهذا الإنتاج وبهذا الزخم المالي في حين الولايات المتحدة الأمريكية مديونة بعشرين تريليون دولار. وبالتالي أعتقد أن كلام ترامب يلقى أذان كبيرة جدا عند الشعب الأمريكي. فقط يفترض على ترامب أن يصيغه بلغة إيجابية، بلغة الأصدقاء، بلغة أننا نعمل سويا، وليس فكرة الفرض أو الضغط أو أن تدفعه. طب دكتور أيمن، حضرتك وحلفائك طيب حضرتك بقى بعد ما المناظرة الأولى دي خلاص تمت، حضرتك شايف أن في حد من المرشحين، أحد المرشحين خرج كاسبا أي شيء؟ أنا في اعتقادي يعني كل منهم كسب نقاط، لكن لا يوجد فيهم طرف استطاع أن يقضي على الطرف الثاني بالضربة القاضية. بمعنى هيلاري كلينتون يعني بدأت المناظرة يعني وهي في وضع مرتجف وهي خائفة، دخلت بمفردها بعيدا عن زوجها، يعني لم تستطع أن تنظر إلى عيون دونالد ترامب، كانت تنظر في الناحية الأخرى تجاه المحاور، في حين كان ترامب ينظر إليها بشكل كبير للغاية. هذا يعني أفقدها بعض. هو ده كان نوع من أنواع القلق ولا نوع من أنواع التجاهل مثلا؟ ما تحمل الاثنين. فاعتقادي هذا كان نوع من يعني لأن حملتها كانت تشعر بخوف ووجل كبير جدا في الفترة الأخيرة نتيجة تراجعها. هي كانت تتفوق على ترامب خلال الشهرين الماضيين ب 12 نقطة. قبل المناظرة هي خسرت كل هذه النقاط التي كانت بينها وبين ترامب، وربما تفوق ترامب يوم الاثنين بنقطة أو نقطتين، وبالتالي كانت تريد أن تخرج بأقل الخسائر. أعتقد أنها خرجت بأقل الخسائر، أثبتت حضور في بعض القضايا الشخصية عندما اتهمت ترامب بعدم دفع الضرائب وأنه يستثمر في الخارج ولا يستثمر كل أمواله في الداخل، في حين أيضا كسب ترامب بعض النقاط بأنه رجل
دولة ويمكن أن يكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الكلام في الوضع في وضع الانتخابات أو الحملات الانتخابية يختلف عن وضعه كرئيس، وأنه كان متزنا. وحتى عندما حاولت هيلاري كلينتون أن تجره للاستفزاز، نعم تعالت نبرته، رد بشكل قد يكون صارم، لكنه لم يقع فيها فوات أو مشكلات مثل التي وقع فيها مثلا رئيس جيمي كارتر أثناء مناظرته الشهيرة مع رئيس دونالد ريغان. نعم، لكن عموما حضرتك مش شايف ان ممكن يبقى فيه ميل حصل لاي من الجانبين نتيجه لهذه المناظره، حتى لو اتكلمنا احنا كدول شرق اوسط يعني بعيدا عن المواطنين الامريكيين؟ انا في تصوري يعني لم يقدم احدهما بانه الافضل. ربما تحدثت هيلاري كلينتون في البدايه بتعالي انها هي رئيسه امريكا القادمه، وهذا افقدها في اعتقادي كثير من التعاطف، لكن عندما تحدثت مثلا عن تعصب دونالد ترامب وعن انحيازها هي للمراه وانها تتقف دائما بجانب الاسره والمراه المعيله وغيرها، اعتقد هذا يعني اكسبها بعض النقاط، وبالتالي الجميع كلاهما كسب بعض النقاط لكنه لم يكسب كل الجوله. لا ننسى ان هناك مناظرتين اخريتين تنتهي في 16 أكتوبر القادم، هناك مناظرة تشمل الجانب الاقتصادي وهي المناظرة القادمة، ثم المناظرة الأخيرة، وكلها سوف تكون على الجوانب الأمنية والخارجية، وهذه توفر ميزة كبيرة جدا لدونالد ترامب، لأنه معروف أن الأمريكيين بيثقوا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية بالجمهوريين وليس بالديمقراطيين، وبالتالي أعتقد يعني خلال الفترة القادمة كلا المرشحين يستطيعا يعني ترميم أي ثغرات ظهرت في المناظرة الأولى، ونتمنى أن يبقى في عرض برامج وأفكار، ما يبقاش الموضوع مجرد بس تراشق. اعتقد يعني هذا سوف يتم النهارده، الصحافه الامريكيه تحدثت عن هذه النقطه بشكل كبير، واعتقد سيتم تجاوزها في المناظرتين القادمتين، لكن اعتقد كل هذا يعتمد اولا على كيفيه يعني التجهيز للمرحله القادمه، لان حتى كل استطلاعات الراي معروفه في الانتخابات الامريكيه قبل 15 اكتوبر لا يمكن الاعتداد بها. ثانيا ان هناك من خسر المناظره الاولى ونجح وصل البيت الابيض، يعني مثلا الرئيس اوباما في 2012 خسر المناظره الاولى امام ميت رومني، لكنه استطاع في المناظرتين الثانيه والثالثه ان يتفوق عليه ويستكمل يعني الدوره الثانيه للبيت الابيض، وبالتالي المناظره الاولى هي نوع من الاستكشاف للاخر، نوع من اثبات الحضور، لكنها لا يمكن ابدا ان تؤثر بشكل نهائي على من يصل إلى البيت الأبيض أو من يعود إلى عمله مرة أخرى. نعم، عموما دكتور أيمن سمير المتخصص في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لحضرتك على هذا التحليل.